المدير الفني يمكن معه على الهواء، ويمكن واحنا على الهواء دلوقتي بيجري مكالمة تليفونية مع رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب اللي بيهنيه وهو لسه في أرض الملعب. يمكن بنقول له مليون مبروك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يمكن الكوارتر الأولاني الأهلي 10 كان الاتحاد 20، الكوارتر الثاني 26 الأهلي، 31 الاتحاد، الكوارتر الثالث 42، 49 الاتحاد، الكوارتر الرابع الأجمل الأروع 71 النادي الأهلي، 65 نادي الاتحاد. فيش أجمل من الفرحة، الفرحة الأهلوية غالية علينا. مليون مبروك جماهير النادي الأهلي، مليون مبروك مجلس الإدارة اللي كابتن خطيب حريص كل الحرص إنه يهني المدير الفني الآن على الهواء مباشرة، كابتن أحمد الجرحي المدير الفني للنادي الأهلي. ويمكن أنا شايف في الحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا معالي الوزير العامري فاروق. قول لي بقى كابتن أحمد، مليون مبروك، ايه اخبار مكالمه التليفون دي؟ طبعا دي مكالمه شرف كبير، مكالمه كابتن محمود الخطيب بيبارك لنا، وطبعا احنا حسينا بدعم النادي كله لينا في الماتش بوجود كابتن عمرو نائب الرئيس وكابتن محمود الخطيب. اول ما الماتش خلص كلمنا وشكرنا على الروح اللي ادينا بيها، الحمد لله رب العالمين. يعني انا في الاول احنا بقالنا فتره قافلين على نفسنا، وانا ما خليتش اي حد يتكلم ولا يكتب اي حاجه من فرقتي، سواء في الفرقه بتاعتنا او سواء كابتن طارق خيري، ما خلاش حد يكتب حاجه. بس دلوقتي انا بقول يعني اي حد يجي له في دماغه ان هو ممكن يستفز النادي الاهلي، انا بقول له ده سلاح عليك انت مش سلاح ليك. انت لما تستفز لعيبه النادي الاهلي او جهاز النادي الاهلي او تيشيرت النادي الاهلي، انت بتخرج من جواها طاقات انت مش عارف ايه اللي ممكن يحصل بيها، تمام؟ وده اللي شفناه النهارده. احنا عندنا احمد مرتجي لعيب مهم سافر امريكا لظروف طارئه، سيف السعيد اول دقيقتين طمني على سيف، طبعا يعني ان شاء الله لسه هنعمل اشاعه ونطمن عليه. هو لعيب راجل جدا ومهم عندي جدا جدا جدا، لعيب مهم جدا فرقه، اتصاب وطلع، ودودو اتطرد في نص الماتش، كل دي يعني عوامل خارجيه. لكن انا النهارده قلت لهم ان احنا اللي هيلعب النهارده التيشيرت مش اللعيبه. النهارده ده مش ماتش فنيات، ده ماتش روح وقلب، ماتش طلع علينا 13 14 بونت وقدروا الاولاد يرجعوا بمجهودهم، هم اللي رجاله، هم اللي عملوا كل حاجه، هم الفضل ليهم في المكسب. هم النهارده موتوا نفسهم فعلا، شرفوا النادي الاهلي، وانا فخور بيهم، فخور ان انا مرنتهم وبشكرهم جدا جدا جدا. الكوارتر الاولاني انا عارف اللعبه مضغوطه وضغط عصبي ونفسي كمان بعد ما الكبار كسبوا امبارح الاتحاد، وبقى خلاص النهارده نفوز ناخد البطوله، فالولاد الضغط وده وضع طبيعي في اي رياضه. ورغم كده كانوا رجاله، يمكن الكوارتر الاولاني هرب منكم، والتاني التالت بداوا يستعيدوا عافيتهم، الرابع خلصوا في الاخر. النادي الاهلي بلس 90 زي ما بيقولوا، النادي الاهلي ما حدش يلعب معاه في النهائيات او في الوقت الضايع بالظبط. عندنا في الملعب خمسه عماد متعب النهارده خلصوا الماتش، الحمد لله رب العالمين. هو دايما البطوله حلاوه البطوله بتيجي كده، ان الانتصار يجي في الاخر. يعني الحمد لله احنا ما سلمناش وما قلناش لا في فرصه في الماتش الكبير، احنا واحنا في الاوتيل طمنا الفرقه الكبيره، قول لهم احنا ان شاء الله رايحين نخلص الدوري دلوقتي عشان تلعبوا مباراتكم كتحصيل حاصل، تمرينه اللي تعبان عندنا نريحه، وخلاص هنستعد لبطوله افريقيا من النهارده. البطوله دي هتبقى تاريخ، هنبدا من بكره ان شاء الله نشتغل على البطولات اللي بعديها، هنفرح بيها النهارده وهننبسط وهنخرج وكل واحد هيبقى مبسوط مع اهله ومع اصحابه. لكن من بكره هنبدا نشتغل على البطوله الجايه الحمد لله. انا بصراحه يعني انا كان نفسي ان والدي يكون موجود معانا هنا في المباراه، انا اكيد هو بيتفرج علينا، وهو الفضل يعني في حياتي كلها ليه، هو يعني اللي عمل معانا انا واخواتي كل حاجه، فبهديله الفوز ده وبهديله روح مامتي الله يرحمها، كان نفسي تبقى موجوده وتشوفني. لا يعني طبعا يعني دموع غالي علينا يا كابتن جرحي، وتستاهل كل خير، وانت كوتش كبير وكوتش عظيم، مليون مبروك. الحمد لله الله يبارك فيك، مليون مبروك. يمكن مشاهدي قناه الاهلي دموع الفرحه، دموع الوالده، ما في مين يعني الوالدين، مين اغلى من الوالدين؟